المزيد من التفاصيل ينضم إلينا من موسكو الدكتور محمود الأفندي الباحث في الشؤون الروسية. دكتور، في البداية أرحب بك. إذن قصف أوكراني بالصواريخ استهدف وسط مدينة بلغراد الروسية بعد يوم من هجوم روسي يعد ربما هو الأكبر منذ فترة طويلة، هل تعد تلك في رأيك بمثابة رد من جانب كييف؟ أول شيء يسعد أوقاتك سيدتي الكريمة والأخوة المشاهدين. طبعا برأيي هي عملية انتقامية بامتياز بعد القصف الغير مسبوق البارحة، القصف الجوي، يعني خلينا نتكلم البارحة كان هناك رقم قياسي من أعنف أيام القصف الجوي منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، حوالي 160 صاروخ استهدف كل معامل الدفاع في روسيا، معامل الدفاع، أكبر معمل لإنتاج الصواريخ الجوية يلي هي في مدينة نيبروبتروسك، معمل يوزجماش، معمل أرتيومس في كييف، كان أعنف، كان متوقع هذا القصف، ولكن اليوم القصف الأوكراني هو رد انتقامي لما حدث البارحة. بالفعل البارحة الخسائر يلي حتى تكلم عنها الطرف الأوكراني وخصوصا الناطق باسم وزارة الدفاع أو قوات الجوية الأوكرانية جيراري جنات عندما قال لم تشهد أوكرانيا خسائر مثل خسائر البارحة، أتكلم عن خسائر المادية والعسكرية، خسائر هائلة جدا تقدر حتى الآن بأربعة أو خمسة مليار دولار، وخصوصا الآن أوكرانيا بحاجة إلى أي دولار قادم. لذلك استطاعت روسيا البارحة بقصفها أن تدمر البنية العسكرية التحتية. المتوقع أن تبدأ أوكرانيا بإنتاج الأسلحة، وخصوصا بعد أن فقدت الذخيرة وشحت الذخيرة عند الغرب، فهي بحاجة لتصنيع الذخيرة. الآن هذه المعامل لا تعمل، لذلك حاولت أوكرانيا أن ترد ماء وجهها أو نوعا ما ترد بقصف بلغراد على قصف منطقة مدنية لا يعطي أي شيء، فقط استخدم السلاح باهظ جدا بالثمن مقابل أن يقصفوا مدنيين، قتل أطفال ليس أكثر. بينما البارحة رأينا أن كل هذا القصف لن يؤدي إلى أي تماس في المدنيين، كل الأهداف وصلت وقصفت كانت عسكرية وكانت تستخدم للصناعة العسكرية، إن كان سكنات جيش أو كان معامل الدفاع. لذلك أنا في رأيي هي عملية انتقامية فقط لتقول ترد، يعني هذا الأسلوب الذي يستخدمه الإرهاب. يعني دائما الدولة الإرهابية ما تستهدف المدنيين فقط، يعني تفعل كما تفعل إسرائيل الآن في قطاع غزة ليس أكثر. لذلك هذا الرد لن طيب يعطي دكتور أي شيء. محمود، دكتور فقط. محمود، سأذهب معك للخبر الذي يتحدث عن أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أنه قد تم إفشال محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم على بلغراد باستخدام أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة. اليوم قامت بالفعل أوكرانيا بتنفيذ ذات الهجوم عسكريا من ناحية، ما الذي يعنيه هذا؟ أن موسكو كانت على دراية بأن هناك نية أوكرانية لاستهداف بلغراد بأنظمة صواريخ متعددة، وبالرغم من ذلك فشلت موسكو ربما اليوم في إيقاف هذه الهجمة التي أسقطت حتى الآن عشرات الضحايا بين قتيل وجريح. طبعا يعني خلينا نكون واقعيين، وزارة الدفاع الجوي لا تحمي المدينة، تحمي المناطق الاستراتيجية الهامة، يعني محطات، مثلا محطات الوقود، أماكن تصنيع الأسلحة، المطارات، ولكن بشكل عام منظومات الدفاع الجوي لا تحمي المناطق المدنية بشكل عام. لذلك القصف يتجه مدنيا، كل يعني نرى جيدا إذا رأينا عدد القذائف أو عدد الصواريخ اللي انطلقت باتجاه بلغراد، أسقط كل من ذهب إلى هدف استراتيجي أسقط، ولكن هدف المدني بشكل عام ولا دولة في العالم تحاول أن تحمي المدنيين، لأن المدنيين بشكل عام يعني قصف غير وارد بأي شكل بأي فلسفة الحروب. بالإضافة يعني في هناك شغلة حتى بالحرب الاستنزاف اسمه حتى الحرب الاقتصادية، يعني أستخدم مثل صواريخ الهايمرز، صواريخ الأخرى تستخدم بهجة السماء، أستخدمها مقابل هدف مدني، هذا غير مقبول حتى بالسماء. يعني يمكن أن يستخدم أي قنابل نسميها الصواريخ الغبية لاستهداف مدنيين، ولكن استخدام الصواريخ البايظ الثمن انتاج غربي، انتاج حلف الناتو لاهداف مدنيه، هذا دليل على افلاس الجهه الاوكرانيه. انه كل يجب ان يكون القصف اذا نحن في معركه او حرب، يجب القصف ان يستهدف مناطق استراتيجيه او اهداف استراتيجيه، اذا استهدف اهداف مدنيه لن يعطي اي نتيجه على المعركه او على الجبهه العسكريه.
يعني طيب هذا عن الجبهة العسكرية دكتور محمود، ولكن كما ذكرت ربما هذه الأسلحة التي يتم من خلالها استهداف، ربما تم استهداف المدنيين في بلغراد من الجانب الأوكراني، هي في الحقيقة أسلحة تم إمدادها لأوكرانيا سواء من الغرب، من الناتو أو من الولايات المتحدة الأمريكية. شريطة أن تستخدم هذه الأسلحة في تدمير مواقع استراتيجية اليوم بعد أن قامت أوكرانيا باستخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين الروسيين، هل من الممكن أن يتوقف الدعم الغربي الأمريكي؟ هل ممكن أن يتراجع الناتو عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة أو إمدادها ولكن تحت شروط مقيدة بألا تستخدم هذه الأسلحة ضد المدنيين في روسيا؟ يعني أذكر أن الرئيس زيلينسكي أقسم أن لا يستخدم هذه الصواريخ ضد أهداف مدنية، مع ذلك استخدموها. من الواضح أن حلف الناتو لديه معايير مزدوجة، يعني إذا قلنا دائما لديه معايير مزدوجة فالأوكرانيا مسموح لها كل شيء، ولكن المشكلة الآن يمكن أن تتحجج الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بتسليح أوكرانيا بأنه استهدف مدنيين بهذه الصواريخ، لكن فعليا إذا رأينا الأمر الواقع أن فعليا أن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب أصبحت غير قادرة على تزويد أوكرانيا لأن مستودعاتها فرغت من كل أنواع الأسلحة. لذلك يمكن أن تتحجج، ولكن نقول أن لدى الولايات المتحدة الأمريكية أو الغرب يعني ما يسمى أخلاق عسكرية، لا، هذا أمر بعيد عن الحقيقة. رأينا كيف يعني حرب في غزة أكدت ازدواجية المعايير لدى الغرب، وهي دائما ازدواجية معايير، ولكن يمكن أن تتحجج فيها، يمكن أن يكون هنا حجج تكون أن لا تزود، ولكن المشكلة تكمن أن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب لا يملك الآن من ذخيرة ليعطيها إلى أوكرانيا. لذلك أعود إلى اللقاء، أو لذلك كان امبارح القصف الغير مسموح من روسيا على أوكرانيا، القصف كل معامل الدفاع الموجودة، فلذلك هي معادلة كبيرة جدا. ولكن أن نقول الغرب لديه أخلاق عسكرية لعدم قصف المدنيين أو ينبه، هذا شيء غير صحيح. هم يعلمون جيدا ما يقف على أوكرانيا، وهم مدرسين أرهاب في العالم، يعني خلينا نكون واقعيين، الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا هي الهارفرد للأرهاب في العالم، هذا أصبح أمر واقع، وخصوصا كشفت كل يعني أخلاقهم في الحرب على غزة. لذلك أن يتكلم الغرب بهذا الحج لا، ولكن يمكن أن يتحجج ليس أكثر، ولكن لدى زيلينسكي ضوء مسموح لقتل أي روسي، وهذا ما ذكر في مقالة واشنطن بوست عندما كتب أن وزير رئيس الأركان أو رئيس البنتاغون الأمريكي الجنرال ميلي قال يجب أن ينام الروسي ويرى في منامه أن يمكن لأوكرانيا أن يسبحه، فهو أعطى أمر بقتل الروس، هذا أمر مهم جدا. لذلك أن نقول هناك أخلاق عسكرية لدى الولايات المتحدة الأمريكية لا، ولكن يمكن أن تتحجج بهذا الشيء لأنه فعليا بدأت الحجج تظهر، وخصوصا تصريح وزير الخارجية الأمريكي عندما قال أوكرانيا انتصرت في الحرب، ويمكن أن تكون تصبح دولة ديمقراطية بغض النظر على الأراضي التي خسرتها. يعني بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تقول لأوكرانيا لا تعيدي هذه الأراضي، لا جدوى من إعادتها، فكوني دولة ديمقراطية. يعني بدأت الآن تتهرب الولايات المتحدة الأمريكية شيئا فشيئا عن أوكرانيا، ليس بسبب أنها يوما بعد الآخر. في الحقيقة منذ بداية هذه الأزمة يتكشف الكثير من الحقائق وتتغير النبرات سواء الدولية أو حتى المحلية حتى في الداخل الأوكراني إذا ما يحدث. أشكر جزيل الشكر من موسكو دكتور محمود الأفندي الباحث في الشؤون الروسية، كنت معي مباشرة من موسكو. شكرا.